في نادي ممكن يفوز بالتحكيم دوري؟ مستحيل، صعب جدا، صعب يعني، ممكن حاجات استثنائيه او حاجات نادره يعني، لكن استمراريه صعب. ممكن خطا مثلا في مباراه فاصله كان خطا فادح اصلا نتيجه المباراه، لكن في مباراه فاصله، لكن على مدار دوري كامل دور اول ودور تاني بيبقى صعب يعني. صحيح. لا صعب، بيبقى صعب. لكن ممكن فعادة كله في التحكيم، هل كان في وارد ان يبقى في مسؤول او وارد ان في حد في اتحاد الكوره يقول لك الاهلي لازم يكسب او الزمالك لازم يكسب؟ هي صعبه، هي بص في ما فيش رئيس لجنه، بص رئيس لجنه بيبقى ليه خصائص معينه، والناس في البدايه بتحاول تشوفوا ايه ده مين وشخصيته ايه وهل قوي ولا ضعيف، فهو اللي بيفرض نفسه. بس انت اتعملت في اتحاد الكوره كحكم وكعضو مجلس اداره وكرئيس لجنه الحكام، الكلام ده موجود ولا الكلام ده نغمه بنسمعها وخلاص؟ بص يا سيف، عشان اكون صادق معاك، يمكن كنا بنسمع ده في الماضي، عشان اكون صادق معاك. كنت بتسمعه بس ما تشوفوش؟ بس ما بتشوفوش. اي يعني مش موجود. ما انا بحكي لك، ما هو كلام، ما انا بقول لك في الماضي. يعني وانت حكم كان حد يديك تعليمات؟ لا صعب، مستحيل. مستحيل، حتى الماتش الوحيد اللي كان حد يديني تعليمات ما اعتذرت. مش تعليمات، حتى بس كده حاول. ماتش كان مباراه. بين مين ومين؟ ما كانتش مباراه في الدوري الممتاز. كانت مباراه في ايه؟ في كاس؟ كانت مباراه في الممتاز به. فحد حاول يلمح لي من بعيد بحاجه فاعتذرت على الماتش. بين مين يعني؟ ماتش. وانت خايف ليه؟ انا مش هسالك مين اللي اداك يعني، بسالك الماتش. مش اداني، ده تلميح، مش قصه انه اداني. ايوه هو مش ده الماتش بمين؟ انا مش هسالك فيها عن يعني جريمه قتل لو هيقول لي هديك. بكلمك بجد والله، انما تلميحات معينه. الماتش كان من مين بقى؟ تلميحات معينه. الماتش من مين بقى؟ المهم ده مش هقدر اقول لك عليه، لكن هقول لك على ماتش تاني. ده مش هقول لك عليه يعني. طب في ماتش تاني فيهم فريق دلوقتي في الدوري؟ كنت بحكم مباراه فيهم فريق دلوقتي. ما انا احكي لك اهو، في ماتش كنت بحكم مباراه وكان رئيس اللجنه في يوم من الايام رئيس النادي ده. ده نادي ايه ده؟ نادي. ما انت قول لي بقى، ما انت لا هتقول لي ده ولا هتقول لي ده، ما انا جاي اقرا الفنجان. مش هقدر اقول رئيس النادي لانه مش موجود دلوقتي. الماتش انا لغيته في الدقيقه 41 من الشوط الثاني. وكان وقتها مراقب الحكام الله يدي الصحه كابتن عبد الرفع عزيز، طبعا هو قيمه كبيره في التحكيم وانا من خلالك بدعي له بالشفاء لان هو بيمر بواقعه صحيه، ربنا يشفيه يا رب. فبدعي له ان ربنا يشفيه يعني الحقيقه، لانه من الناس اللي بعد ربنا عز وجل اثر فيا انا في التحكيم الحقيقه. فكان هو المراقب، فعملنا رحنا انا وهو، كان في حاجه اسمها قهوه العباسيه، كان دايما الكابتن عبد الرفع بيقعد على قهوه العباسيه. فقال لي ايه؟ قلت له انا هكتب التقرير، وهو كان في الوقت ده عضو في لجنه الحكام. فكتبت التقرير واديته له وخليت معايا نسخه. فكلمني الاول سكرتير اللجنه وقال لي يا عصام اللي انت كاتبه في التقرير. قلت له انا كاتب اللي حصل بالظبط. وكان الكابتن عبد الرؤوف الحقيقه يعني من الناس الحقيقه يعني اللي كان امين بشكل غير عادي. كتب نفس الكلام، نفس اللي حصل. فكان في يعني كلام ان احنا لازم نغير التقرير. فرفضت انا وهو الحقيقه، وهو حي يرزق كابتن عبد الرؤوف، ربنا يديله الصحه والعافيه. فرفضنا تمام، يعني في حاجات في بعض المواقف ممكن تحصل، ولكن في العصر ده من الصعب ان ده يحصل الحقيقه.